موعد إخباري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في المستهل وبطلب من الشقيقة تونس وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تتجه في هذه الأثناء حوامتين من الحجم الكبير تابعتين لقواتنا الجوية وكذا 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير وأربعة سيارات قيادية وسيارة إسعاف طبية وكذا 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية دخلوا إلى التراب التونسي قصد المساهمة في إطفاء حرائق الغابات التي تعرفها الشقيقة تونس. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كلا من الرئيسة المديرة العامة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم السيدة فيكي هوليب ورئيس المدير العام لشركة إيني السيد كلاوديو ديسكاليزي ونائب رئيس الاستغلال والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة توتال إنرجي السيد لوران فيفي، وهي الشركات التي وقعت أمس على عقد مع مجمع سوناتراك بنحو 4 ملايير دولار في مجال المحروقات يخص الرقعة التعاقدية بركين الواقعة جنوب شرقي حسي مسعود. اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ورئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكر. وعقب الاستقبال أدلت الرئيسة والمديرة العامة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم السيدة فيكي هوليب أدلت بتصريح تالي. Hello, I'm Vicky Hollab with Occidental Petroleum and I stand here today happy to tell the world that we have signed a contract today to extend. أنا هنا اليوم لأعلن أننا أمضينا اتفاق تمديد نشاطنا هنا بالجزائر مع شركائنا سوناتراك إني وتوتال إنرجي. نحن متحمسون لهذه الخطوة في المسار الذي يقودنا إلى تنمية طاقوية أكبر وزيادة في قيمة حصتنا في الجزائر. للجزائر موارد طاقوية ضخمة والخطوات التي اتخذها وزير الطاقة في الفترة الماضية بما يتماشى وقوانين المحروقات الجديدة مهمة جدا مما يجعل وتيرة التنمية أسرع بالجزائر. أنا سعيدة لتواجدي هنا وأن أكون جزءا من هذه الشراكة وأود بهذه المناسبة أن أشكر كل الشركاء الجزائريين على التعاون الثنائي بين البلدين. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. هذا وأطلع السفير القطري لدى الجزائر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مجسمات لثمانية ملاعب ستحتضن مباريات كأس العالم لسنة 2022 بقطر. رئيس بداية أحب نعرض لك مجسمات كأس العالم، هي عبارة عن عدد من ملاعب كأس العالم اللي راح تستضيف إن شاء الله البطولة كلها، عبارة عن 8 ملاعب. نبتدي بملعب استاد البيت اللي هو على شكل الخيمة العربية، راح يكون الافتتاح إن شاء الله في هذا الملعب، وبالمناسبة هو نفس الملعب اللي فاز فيه المنتخب الجزائري بكأس العرب. هذا الملعب سعته 60,000 متفرج وقيم على يعني على شكل الخيمة العربية، وأيضا راح تقلل السعة من بعد كأس العالم. طبعا يتميز بنظام تبريد كامل والسقف طبعا مرن للإغلاق والفتح. أستاذ أحمد بن علي، هذا الأستاذ طبعا مبني في منطقة الريان،
وأيضا يتميز التصميم الخارجي بالثقافة القطرية اللي تميز النقوش الموجودة على الملعب، وأيضا يسع ل 40,000. هذا يشبه لا أنت وهران. نعم صحيح صحيح صحيح. وأيضا يتميز بتصميم الكثبان الرملية لجبل الملعب، هذا عبارة عن الكثبان الرملية. إن شاء الله تكون في ألعاب أولمبية كذلك. إن شاء الله إن شاء الله. استاد تمامة طبعا هو عبارة عن استاد دائري، وهو يرمز إلى القبعة القطرية، استاد 974، وهو الاستاد الأول في العالم اللي راح يتفتك بعد كأس العالم. استاد لوسيل طبعا أكبر الملاعب، يسع إلى 80,000 متحرك، وهو عبارة عن الفانوس دخل في العمارة التقليدية القطرية. استاد خليفة الدولي هو أول الملاعب اللي افتتحت لكأس العالم، وهو له ارتباط مباشر بالشعب القطري لأن قيمت عليه بطولات الخليج في عام 76. هذا الملعب الأخير اللي هو استاد المدينة التعليمية، وهو عبارة عن زهرة الصحراء. ألف مبروك على قطر شقيقة، وشيء حقيقة يعود بشرف كبير للشعب العربي بصفة عامة. استثمارات مثل هذه مش بسيطة. احنا فخورين كجزائريين أن نهائيا وأخيرا أسندت لدولة عربية تنظيم كأس العالم. دولة قطر وصلت إلى مستوى تنموي لأهلها إلى أكثر من كأس العالم. الله يخليك فخامة. ألف مبروك. الله يبارك فيك فخامة الرئيس، ونتمنى إن شاء الله نراكم على خير بإذن الله. الله أكيد. وأنتم شركاء إن شاء الله في إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لوقتك. وعقب العرض أدلى سفير القطري لدى الجزائر بالتصريح التالي. ورحمة الله وبركاته. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة لتسليمه رسالة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتضمن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. أكد فخامته إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين للوصول بها إلى أعلى المستويات وفق الرؤى المشتركة بين قادة البلدين الشقيقين. أيضا تقدمنا لفخامته بالتهنئة القلبية الخالصة بمناسبة عيد الاستقلال ونجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي أقيمت مؤخرا في وهران، متمنيا للجزائر دوام التقدم والنجاح دائما، كما ونثمن الجهود الحثيثة الرامية لاستضافة القمة العربية المقبلة في نوفمبر القادم، مؤكدين حرص دولة قطر على إنجاح هذه القمة. في ختام اللقاء تم التطرق إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022 في نوفمبر القادم والخطوات التي قامت بها الدولة في هذا المجال، مؤكدين استعدادنا التام لاستضافة والخروج بنسخة مميزة من بطولات كأس العالم. وشكرا جزيلا. في موضوع آخر، تبدأ اليوم المراجعة الاستثنائية المتعلقة بالناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء المجالس الشعبية لبلديات فرعون مسيسنا، توجا وأقبو بولاية بجاية، وبلديات أيت محمود وأيت بومهدي بولاية تيزي وزو، والتي تمتد إلى غاية 28 من الشهر الجاري. لتذكير، هذه الانتخابات حدد تاريخ إجرائها يوم 15 أكتوبر 2022. وفي إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، تواصل سفينة الشراعية لمدرسة أميريغو في سيبوتشي أ 5312 التابعة للبحرية الإيطالية، تواصل رسوها بميناء الجزائر في توقف يدوم إلى غاية غدا الخميس. هذا وكان في استقبالهم العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى، وتجدر الإشارة أنه خلال هذا التوقف بميناء الجزائر سيقوم طاقمها بزيارة إلى بعض المواقع السياحية والأثرية.
في إطار تحسين الخدمة العمومية والتكفل بصعوبة الخاصة باقتناء تذاكر السفر ومتابعة لانشغالات المواطنين المتعلقة بالسفر من وإلى الجزائر، تعلم وزارة النقل عن وضع حيز الخدمة خلية يقظة ومتابعة على مستوى مصالحها تتولى تسجيل ومعالجة تظلمات وشكاوى هؤلاء المواطنين. وعليه يرجى من المواطنين المعنيين تسجيل شكاويهم عن طريق العنوان الإلكتروني silildevey@mt.gov.dz، كما يمكنهم الاتصال عن طريق الهاتف على الرقم 213-23-05-93-42. للعلم يشغل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف يشغل بصفة منتظمة 24 ساعة على 24 وعلى مدار أيام الأسبوع. ختاما وفي الرياضة، أجريت أمس بمقر رابطة المحترفة لكرة القدم قرعة موسم 2022-2023 للرابطة الأولى لكرة القدم، والتي ستنطلق يوم 26 أوت القادم على أن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر ماي 2023. وأهم ما ميز الجولة الافتتاحية المواجهة التي تجمع بين حامل اللقب شباب بلوزداد وضيفه هلاش الغوم العيد، بينما سيحل صعيدان الجديدان اتحاد خنشلة ومولودية البيض سيحلان ضيفان على شباب قسنطينة واتحاد العاصمة تواليا. ختم هذا الموعد الإخباري، نلتقي في تمام 11:00.